هجرة المسلمين إلى بلدان غير إسلامية ألزمتهم التفكير والتخطيط لمستقبل النشء الجديد وكيفية الإعداد والاستعداد لتحصينه من التحديات والمشاكل التي سوف تواجهه في تلك البلاد. وفي مدينة مالمو جنوب المملكة السويدية، تبنت مؤسسة الإمام المنتظر هذه المسؤولية البالغة الأهمية، والتي تمخضت عن ولادة مدرسة عربية وإسلامية. هي مدرسة الإمام المنتظر لتعليم أبناء المسلمين اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم، فضلاً عن تدارس عقائد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه المدرسة ضمان للأبناء في المحافظة على موروثهم الإسلامي والأخلاقي، وهم يعيشون في المجتمع الأوروبي وما يحمله من عادات هجينة على المسلمين، والتي ستؤثر حتماً وبشكل سلبي على اتباع هذا الجيل الجديد لتعاليم الدين الإسلامي. هذا أصول الديني يا ناس فاسمعوني، أوله التوحيد وعنه لا أحيد، وثاني خصل عدل يثق كل عدل، وثالث النبوة وهو الهدى والقوة، والرابع الإمامة والمتقي علامة، وخامس الميعاد إذا يثر العباد. من الدال، انتبه شباب، اولا انتقلت من الميم الى الدال، ثانيا بمن ربطتهم قوما بورا، هنا تنوين سلام صحيح طويلة، جاء بعدها يا حرف حرف الباء، شنو حكمها انا علي؟ تنوين وجاء بعدها حرف الباء، شنو حكمها؟ حكمها شنو؟ الاخفاء، لان جاء بعدها حكمها الاخفاء، بس الاخفاء درجه ثانيه. اولا شو تسوي؟ اولا تقلبها الى ميم، وقلنا شنو هاي؟ هاي سمي حكمها بالبداية قلت حكمها الإقلاب. هنا أنا نون ساكنة وجاء بعدها شنو باء؟ هاي كيف تقرأ؟ من يقرأ هذه؟ أمبا أحمد أم طول الغنة أمبا، شوف أمبا. بعدين انتقلت وين؟ إلى حكم الميم، الميم الساكنة اللي هي حكمها هنا الإخفاء. شو قلت؟ قوما بورا قوما بورا. سوى ثاني، أول مرة طبقت الشفتين مالتي على اليمين على حرف الميم، وباعدتهم وين؟ على حرف الباء. بس هنا شنو اللي شغلت اللي اشتغل فيها؟ الاقلاب، يعني اقلب اقلب النون الساكنه بدل ما نون احولها الى ميم، بدل ما ميم اقلب اقلبها، شلون اقلبها؟ بدل ما نون احولها الى من؟ الى ميم. واضح؟ حكم خلوا هو راح لك جوه بابا، روح سلام. خمسة عشر من المتطوعين كباقي الأخوة يعني الموجودين هنا بالمدرسة، إنه نعلم بعض الأطفال بعض المعلومات اللي إحنا يعني نقول إنه مهتمين بها. وبصراحة الدرس اللي يعني أنا مهتم به واللي أحبه هو أحكام التجويد، اللي ما بفائدة يعني لمعرفة أطفالنا كيف نعلمهم قراءة القرآن الكريم هنا خاصة بالغرب. اللي لاحظته والحمد لله، اولا بالبدايه انه احنا يعني المنهاج مالتنا هو ماخوذ من كتاب على سبيل المثال المفيد في احكام التلاوه والتجويد. هذا المنهاج اللي هو شنو؟ قواعد اللغه العربيه للصف الرابع الابتدائي. ايضا هذا ادرسهم به احيانا حسب انه عندما تسمح للظروف ادرسهم هذا، باعتبار شنو؟ اريد اوصلهم الى مستوى الطالب العراقي. لما واحد يقول لي بانه اخطاء، اذا انا اعرف شنو الاخطاء، كيف يطبق الاخطاء، ما هي الخطوات التي اتبعها حتى شنو، حتى اعرف الاخطاء. اولا راح اعطيك ثلاث حالات بسهوله. واحد، اولا اذا تريد تعرف كيف الاخطاء شو تسوي؟ الحاله الاولى، اولا انتقلت من 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 الميم الى الدال، هذه الحاله الاولى. وثانيا زين، هسه فد واحد يسال سؤال يقول احيانا اللي مر عليه مثلا من هنا، قلنا هنا من دون بالعندما الفظ بعد النون الساكنه صاد، هذا حرف شنو؟ مفخم، فلا بد ايش تكون النون هنا تنوين، قصد الاخفاء يكون لا بد يكون ايضا مفخم. نجيب امثله على التنوين على سبيل المثال، نحضر بعض الامثله على التنوين. نتابع مع المدرستان، نقدر نسميها لأن مدرسة خاصة بالبنات ومدرسة خاصة بالأولاد، وتابع مع الأخوة
القائمين على مدرسة الأولاد نشاطهم، المناهج، الحضور، المشاكل، المعوقات، الصعاب اللي تواجهنا من خلال التواصل مع الأخوة كهيئة تدريسية وكأولياء أمور والطلبة من باب، وكذلك بالنسبة للأخوات القائمات على عمل المدرسة كذلك أولياء الأمور والآخرين. نشاطنا يعني الشكر لله للعام الثاني على التوالي المدرسة قائمة وبنجاح، وبعد شهر من تأسيسها بدأت بصفين، صف خاص للبنات وصف للأولاد. مجموعة التلاميذ بدأنا بدورة الإمام الصادق سلام الله عليه 15 طالب، وبعد شهر من فتح المجال لجميع الأهالي وصل عدد الطلاب من بنات وأولاد إلى قرابة 80 طالب. وهذا العام عندما بدأت المدرسة هذا الفصل من بعد شهر رمضان المبارك الفائت وإلى الآن وصل الطلبة المسجلون رسميا في سجلات المدرسة إلى قرابة 240 طالب، ينقسمون إلى تقريبا بالتساوي بين البنات والإناث والذكور. عمل المدرسة يتركز بالأساس لتدريس اللغة العربية، لتدريس علوم القرآن تلاوة على عقائد أهل البيت عليهم السلام والفقه، كذلك على شيء خاص يتعلق بالشخصية الإسلامية نقدر نسميها العراقية خاصيتنا، وهي أنه منظومة الأخلاق الاجتماعية المفقودة في هذه المجتمعات الغربية، على اعتبار أن الرقيب الاجتماعي مغيب هنا في هذه المجتمعات، فمن خلال غياب هذا الرقيب الاجتماعي في المجتمع نحاول ومن خلال التواجد في المدرسة أن نؤصل هذه الحالة، الحالة الاجتماعية والقيم الاجتماعية الطيبة والحميدة في نفوس أولادنا وبناتنا. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وجزيهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلي يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. من المعلوم أن الفطرة الإيمانية تتحدد في ضمير الطفل قبل أن يكتمل نموه ويكون مستعداً لتقبل الأساليب التربوية، لذا فقد اهتمت مدرسة الإمام المنتظر بقيمة هذه الفرصة، وذلك بترسيخ أركان الإسلام في نفوس الطلاب وجعلهم يتجهون في طريق التعبد والصلاة، كونها ركن الإسلام الأساسي، وغرس محبتها في قلوبهم ليقوموا بحقوقها خير قيام. ولأجل أن تتعلق قلوبهم الصغيرة بإقامتها، يشارك المعلمون طلابهم بإقامة صلاة الجماعة ليكونوا قدوة لهم في أداء هذه الفريضة المهمة، وما أن تنتهي الصلاة حتى يبدأ درس إيماني آخر من دروس الارتباط بالله، وهو درس القرآن الكريم وتعلم أصول قراءته وتلاوته. اللي دفعني انه اجيب بنتي لهاي المدرسة بصراحة اول مرة هو الواجب الشرعي، اللي انه حتى البنت تتعلم القرآن واللغة العربية، بحيث حتى تعلم القرآن من خلال اللغة العربية. واللي لقيته بهاي المدرسة المعلمين والمعلمات الأكفاء طبعا، بس انه هو كانوا بالعراق معلمين ومعلمات ومدرسين ومدرسات هم،
وبنفس الوقت بعد فترة من أول شهر أو ثاني شهر بعد دراسة بنتي طبعا زينب، فحسيت بالتحسن اللي صار عندها. كنا نعاني بأنه نحفظها آية وآيتين، بس بنفس الوقت أول ما بدأت بالمدرسة قامت تحفظ، لأنه هو جو تحسه جو دراسة وجو ديني، ومؤسسة هي مؤسسة يعني عندها إمكانية أنه هو تدرس وتخلي الطفل يحفظ، لأنه بصراحة خلال شهرين زينب صار عندها إمكانية حفظت آيات قرآنية كلش هواي. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. حرام ميم قتال في قل قتال فيه ما قرأ عنه فيه هاي ما تنلفظ الإن كبير قتال فيه كبير بعدين هنا جيم معناته جائز الوقوف. والميسري قل فيهما أثم كبير قل فيهما يعتبر المحافظة على هذه على الطلاب هي من جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عادة مؤسسة المنتظر بدأت في هذا البرنامج، وهو برنامج تعلم اللغة العربية وقراءة القرآن وبعض الأحكام الشرعية للطلبة، ونحن مجموعة من الكادر التدريسي متطوعين عادة، ويكون الدوام يوم الأحد تقريبا 3 ساعات. نصف ساعة الأولى تكون صلاة جماعة للطلبة، وتقريبا باقي الوقت وهو 2.5 ساعات يكون للتدريس، وتوزع مؤسسة المنتظر بعض الأشياء المجانية مثلا العصير وبعض الكيك. والطلبة عادة يعني هم مرتاحين، قسم الكبير منهم مرتاحين لأنه يعتبر تجمع لهم، بالإضافة إلى أنه تعلم لغة الأم. هنا شين قلنا نون ساكن زائد ياء شين ومي يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وما اختلف نفس الشيء عما مخطئتنا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم والدين والأقربين. بتي حفظت جزء 30 من القرآن، جزء كامل حفظته، فحفظ صحيح. فإحنا هاي مميزة. ومميزة ثانية وجود صلاة الجماعة اللي هي يعني تكون تعلم الطفل اللي إحنا ما قدرنا نعلمه بشكل لربما نقدر نقول مو صحيح، بس علموها بشكل صحيح، هي تكاتف وتعاون شيء جماعي، يعني
طبعا عمل جماعي وارتباط ويا باقي زميلاتها بالحوزه بالمدرسه العربيه بالحرا. فهاي هذه شغله صلاه الجماعه صار لها ميزه خاصه بنتي خاصه. المعلمون الذين تطوعوا لهذه المهمة هم نموذج لإخلاص المسلم لدينه، وهم يؤدون رسالتهم الإنسانية على درجة عالية من الحرص والاجتهاد، ويستخدمون الأساليب الممتعة والمسلية لإدخال عنصر التشويق والجذب للأطفال. هذه المدرسة بفضل الله تعالى بدأناها بشيء يسير أو بحلقة صغيرة من البنات، والله سبحانه وتعالى وفقنا وازداد العدد، والآن العدد ما شاء الله يقارب 100 وفوق 100 تقريبا. نعم، هاي المدرسة تدرس بها القرآن واللغة العربية والعقائد اللي احنا نحتاجها هنا في هذه الدول بالنسبة كأساس لبناتنا، أساس ديني لأجل أنه يكون يتواصلون بهذه المناطق مع آبائهم، ونتوخى من الآباء أن يكونون يعني قد المسؤولية حتى يبعثون بناتهم أو يعني أولادهم لأجل أن يتعلمون هذا الشيء، لأن إحنا بأحوج ما نكون إلى اللغة العربية وإلى القرآن وإلى تأسيس أولادنا بالأخص البنات الصغار هنا، لأنه اللغة غير اللغة والمنهج غير، يعني البلد ديانة مالتها غير هالديانة هذه. نعم، إحنا الآن المدرسة تمتلك أنه كادر كلش يعني ممتاز من المعلمات، وكلها طبعا بفضل الله تعالى كلها بشكل طوعي يدرسون ويقدمون أحسن ما عندهم الحمد لله. الآن جلسات القرآن عندهم البنات، وقضايا العقائد موجودة بشكل يعني منظم. إن شاء الله بأحكم الحاكمين. بأحكم الحاكمين، إن الباحر جاء بأحكم الحاكم. أحسن أحسن، تفضل أخونا. شو اسم جنابك؟ جاء إيهاب. إيهاب، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سورة جاء الفجر. أحسن، فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. كلا إذا دكت كلا إذا دكت الأرض دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. لا شوف الناس شو تقرأ. دكا دكا. أحسن. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكا. أحسن. وجاء ربك والملك صفا صفا. والملك لينبذن. شوف اكو ميم صغيره فوق النون معناتها يصير اقلاب. لينبذن في الحطمة. الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم ترميهم بحجاره من سجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. طيب إكرام سواء مادة أو غيرها إكرام. فالآية شو تقول؟ تقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه. يعني معناته شنو؟ لما الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان في الشيء أموال، أملاك، صحة جيدة، شغل، إمكانية يقدر يشتغل مثلاً يتملك، إمكانية ماكو؟ إكرام يسمونه. هذا ممكن يكون شنو البلاء؟ مارست نشاط متواضع بهذه المؤسسة للمساهمة في تعليم الأبناء ومساعدتهم على تعلم العلوم منها اللي منها يعني اللغة العربية، القرآن الكريم، العقائد، معلومات عامة. لأن بالواقع الحياة بالغربة تتطلب يعني أساس متين، أساس عقائدي متين، حتى يقدرون أبنائنا وإحنا أيضا نتغلب على مصاعب الغربة، لأنه يعني الغربة تحتوي على تحديات جمة، ومن ضمن هاي التحديات هي التحدي اللي يعني يصيب الإنسان في عقيدته ودينه. وبما أنه إحنا آلينا على أنفسنا أنه نعيش بالغربة، فيفترض يعني الواجب الديني يحتم علينا أنه نرسخ هاي المفاهيم في أذهان أبنائنا حتى يتمكنون من المضي يعني قدما في حياتهم بالغربة، وبنفس الوقت يمارسون أيضا يعني لما ينشأون هم ويكبرون يصيرون في عمر ناضج يمارسون دور دعوي أيضا
اعتمادا على اللغة اللي راح يتعلموها والخبرات اللي راح يكسبوها بهذا البلد. هنا مثل ما قلنا بالسويد ماكو واحد يفتر، بس بلدان بالعراق اكو ناس يباتون ما عندهم عشاء ما عندهم، الطفل يجي من المدرسة ياكل وجبة واحدة ويقعد الثانية من النوم ريوق ماكو، صدق هذا واقع حال، ما عندهم فلوس، قاعدين بأماكن كلش متواضعة بس حتى شنو؟ يحمون نفسهم من الشمس مثلا أو من المطر. شلون امتحان؟ واكو ناس بالعكس ابنائهم عندهم كل شيء اللي يردوه، كل شيء تريد من الايفون اللابتوب مثلا الايباد كل شيء مثلا مو؟ اذا شنو؟ لا زين؟ يطلع من الامتحان بشكل جيد، يقدر يؤدي اللي عليه، ممكن انا عندي 1000 كورونا بس 900 تكفيني مو؟ هاي ال 100 اقدر انا اعطيها شنو؟ للانسان اللي ما عنده كورونا، اللي ما عنده كورونا انا اعطيه 100 ايش قد بالنسبه له؟ انسان مو بالضروره اصغر منك، ممكن اكبر منك، ممكن اختك، ممكن اخوك، ممكن ابوك، نبات الاب ما يقدر يشتغل، من المسؤول عنه؟ الابن او البنت مثلا يكونوا مسؤولين عنه، فكل واحد لازم يمارس دوره بشكل صحيح. اذا كل الناس فكروا بهاي الطريقه بعد ما يبقى عندنا لا محتاج لا فقير، زين يصير على جيرانك، خلينا نقول احنا 10 مثلا قاعدين بمنطقه بها 100 عائله. احنا مو 10 بعدين زائد 90، اذا انا اهتميت بتسع عوائل وانت بتسع عوائل بالنتيجه 100 عائله كلهم وضعهم يكون شنو جيد مو صحيح؟ وهذا الشيء اللي يريد. ها؟ احسنت. انا صار لي في المدرسه تقريبا سنه وشهر. وتعلمت هواي شغلات في المدرسة واستفادت كل شوية منها، تعلمت حكم التجويد وقراءة القرآن والأخلاق والتربية، ولما أنا أكون برا هاي المدرسة همات أتدرب ويا أصدقائي وأعلمهم هناك وبالمدرسة مالتي همات. تسعى مدرسة الإمام المنتظر إلى تحقيق أهدافها في خلق حالة من التوازن في شخصية الطفل المسلم والتركيز على منظومة الأخلاق الاجتماعية الحميدة في المجتمعات الإسلامية، وكل ما ينطوي تحت إطار المبادئ الإسلامية المقتبسة من مفاهيم ومنهج أهل البيت عليهم السلام.